أنا معايا من مدينة صوفيا في بلغاريا زكريا مبارك، شقيق المرحوم زكي مبارك اللي تركيا بتقول إنه انتحر في زنزانة في سجن في إسطنبول. أستاذ زكي، أستاذ زكريا، مساء الخير، وبعزيك وبعزي أسرة المرحوم زكي، وربنا يكون في عونكم. البقاء لله وحده، البقاء لله وحده. لا، لو تقول لي يعني ايه ظروف وجود المرحوم زكي في تركيا؟ عشان نتكلم عن زكي، هو دكتور العلوم السياسية زكي يوسف مبارك حسن، الدكتور زكي يوسف مبارك حسن الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بدرجة امتياز من جمهورية مصر العربية. نعم. زكي مبارك قبل ما يكون حصل على الدكتوراه في درجة حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية وخريج الكلية الحربية اليمينية. هو عميد سابق في المخابرات العامة الفلسطينية ومتقاعد حاليا. هو زكي يوسف مبارك عشان نعرف كويس للناس. نعم. نعم. طيب. زكي ذهب إلى تركيا، ذهب إلى تركيا قبل كده مرة، إنه كان بيحب إنها كان مخدوع في تركيا إنها دولة إسلامية، الدولة الإسلامية، المساجد، الجوامع، النظام الإسلامي، محبين لفلسطين، عشاق الشعب الفلسطيني وعشاق القضية الفلسطينية، فانخدع. وأنا كل الكثير من الناس مخدوعين حتى الآن في تركيا، ولكن أنا صحيت على صدمة كبيرة جدا، وكانت الصدمة دي ثمنها دم أخوي الله يرحمه. كان بقاله كام دكتور زكي في تركيا؟ زكي ذهب في 30 مارس على تركيا، في 4 مارس اختفى، وتواصلت انا مع السفاره لا معلش، في 30 الفلسطينيه مارس، في تركيا. في 30 مارس راح على تركيا، في 4 لا 30 30 30 مارس، صحيح راح على تركيا في 30 مارس، يوم 4، يوم 4 الساعه بالليل يوم اختفى. 4 ابريل اختفى اختفى 4 ابريل اختفى. تمام. نعم اختفى. طبعا انا بعرف ان تركيا فيها كاميرات مراقبه في كل مكان، اتصلت هناك بالسفاره بعد يوم، يومين، 3، 4، لما زاد الحد عن حده وصل لاسبوع، اتصلت بالسفير الفلسطيني وكلمته، كنت اتكلم معاه شخصيا، فبقول له بقول له يا طب اخبار زكي؟ ما فيش اخبار اي حاجه عنه. انا كنت خايف من المنظمات الراديكاليه هناك انها تكون خطفته وعملت فيه حاجه، كونه كان عميد مخابرات سابق وكونه رجل يعني ضدهم في الاساس، أن يكونوا عملوا فيه حاجة. وتركيا مليئة بالشعب اللي هو مرضيات أو مافيات. طب المافيات كانت هتتصل علينا، كانت هتطالب بمال، هو مهوش فلوس أصلا كمية كبيرة، هو رجل شريف أصلا عايش أصلا في بلغاريا، كان حتى بالإيجار لا يمتلك أي شيء، إنسان الشريف لا بيعيش، بيعيش ويموت لا يمتلك سوى يعني قليل، قليل اللي يستره فقط لا غير. نعم. فطبعا لما اختفى فانا بقول لهم طب في كاميرات، انا كان رجل قانوني ورجل امني، فبقول لهم في كاميرات في كل مكان، يفرغوا الكاميرات اللي قدام المطعم، قدام المطعم اللي هو اليمني في اسطنبول اللي كان بيتعشى فيه وهو خارج، هيعرفوا بالظبط هو راح فين واللي حصل معاه. فالسفير الفلسطيني بيرد عليا بيقول لي طب فرضا من الامن اللي اخده، قلت له الامن اللي اخده، طب وانتوا سفاره فين يعني؟ انتوا كسفاره فلسطينيه للمواطن الفلسطيني اذا الامن خده مش لازم يجاوبكم ويرد عليكم؟ فبعدها اكتشفت انه عنده احساس او هو عنده معلومه ان هو عند الامن التركي. بعدها فبقول له طيب يبرر الامن التركي، هو موافق لي الورق، اكيد في غلط، اكيد في سوء فهم، نعرف. اتفاجأت انا بعدها تقريبا يعني بعد اختفائه بحوالي 15 16 يوم، مطلعينه على الاخبار والجزيره طبعا، القناه التركيه والجزيره تناقلتها، وبدا اللي هم المحللين السياسيين، اللي هم المحللين السياسيين الاتراك اللي هم بسميهم انا يعني اللي هم المتطلقيه. نعم. انه اعترف وانه هو في خاشقجي، طب خاشقجي يا اخي، طب ما كل وسائل الاعلام والكاميرات صورت قتل خاشقجي وهم طالعين من مطار اسطنبول، دي حاجه نقطه وعارفينها، انه بيشكل خلايا في اسطنبول للتجسس على الرعايا وعلى وعلى انه على تنظيم الاخوان المسلمين، وعايزين يجيبوا هيكله الاخوان المسلمين، هيكله الاخوان المسلمين يا اخي ما المخابرات البريطانيه عارفه، المخابرات الامريكيه عارفه، المخابرات الروسيه عارفه، كل مخابرات العالم عارفه اصلا الهيكليه اصلا لاخوان المسلمين، اذا المخابرات العالميه مش عارفه يروحوا يروحوا يقتلوا مكاتبهم يروحوا يروحوا، حاجه معروفه من سنين طويله. فطبعا يعني شيء لا يصدقه العقل، اتهامات لا يصدقها العقل، وكانه فانا قلت ده شو اعلامي، ده شو اعلامي كبير جدا للتغطيه على خساره تركيا في الانتخابات في اسطنبول. طلعت فيديو كليب على صفحتي في الفيسبوك، اتحركوا يا ناس ان ممكن الشو الاعلامي الكبير دوت يجي على الاتراك يضحوا بيهم عشان يقتلوا
براءتهم عشان ما تظهر براءتهم. للاسف الشديد ما حدا اتحرك، وكأنه الله سبحانه وتعالى اراد انه يكون دم زكي مبارك فضيحه لتركيا وللنظام الخائب في تركيا. يعني حضرتك مر الوقت في يوم النيابه، انا اتصلت كلمني زكي، كان في زوجة سامر شعبان وصديق لي اللي هو المعتقل الاخر. المعتقل الاخر زوجة سامر شعبان موجوده في اسطنبول في تركيا، وصديق اخر هو اسمه، انا المحامي كلمته قلت له اديني زكي، فاداني زكي، فبقول له في ايه يا زكي؟ ايه الكلام اللي بيقال له؟ قال لي انت عارف انه انا ما فيش منه الكلام. قلت له انا عارف، انا حيرتني حمص وقول اللي بيقول لي راح يعمل صفقه حمص 200 طن، راح يعمل مش عارف صفقه زيت كذا، كل كلامك كان في بيزنس. يقول لي طيب انت عارف. قال لي انا بايعني الجماعه بايعني، محدش بيسال عني. كويس جماعتي، انا قال لي جماعتي انا بايعني، محدش بيسال عني، وقدم مني كبش ضحيه. فبقول له يا اخي اعتبرها فتره نقاهه وهتطلع، فبضحك معايا انا عشان انا اخفف عنه الضغط. أيوه. يا حرام. أيوه. فبيقول لي انا قال لي كلمه خوفتني كتير، قال لي زكريا انا عندي كفار قريش. زكي كان بينظر لتركيا دوله اسلاميه بتحب الشعب الفلسطيني، لما قال لي انا عندي كفار قريش انا حطيت ايدي على قلبي، فهمت المؤامره، كونه رجل امن وكوني رجل امن فهمت المؤامره عليه كبيره جدا. قال لي عندي كفار قريش، فهمت. فورا اتصلت وقلت لهم زكي هيتعرض لمحاوله اغتيال، نزلتها على الفيديو كليب قبل اغتياله باسبوع، فصفحتي موجوده في صفحه الفيسبوك موجوده، ان اتحركوا قبل ما الاتراك يقتلوه عشان يخفوا على خيبتهم. طبعا صفحتي للاسف يعني كانت مجرد موجهه لينا احنا، سلطتنا احنا، انه يعني يا سفير شوفها كويس، يا سلطه شوفيها. دفعوا بعت للسفير رسائل، الاولاد ابرياء، الشباب ابرياء، روح دافع عن ابناء شعبك. السفير الفلسطيني في انقره مش كده؟ للسفير الفلسطيني في انقره فائد مصطفى. أي. فائد مصطفى، نعم. لدرجه في الاخير وصلت ما بينه وما بينه ان انا غلطت عليه، يعني قلت له يا اخي روح دافع عن شعبك، في ست اصلا فلسطينيه عندها اطفال وحيده لوحدها انت ما بتردش عليها، اللي هي زوجة سامر شعبان، ما بتردش حتى على تليفونها. يا اخي كونها مواطنه فلسطينيه وعندها اطفال فلسطينيين لازم ترعيها. لو انه مواطن اسرائيلي كان السفير الاسرائيلي نزل بالبيجامه يدور على الرعايه بتوعه. انت فين من الموضوع دوت؟ فحسيت ان هي مجرد مضحيين فيهم، كنت قلبي حاطه. كلمت مع المحامين، المحامي اكد لي، المحامي الدوله والمحامي الخاص، الاثنين اكدوا لي ان زكي بريء، وانه في جلسه يوم الاربعاء قدموا طعن، جلسه يوم الاربعاء هيتم الافراج عنه، لانه ما فيش عليه اي دليل وما فيش عليه اي اعتراف. الاربعاء اللي فات ابعت لي ملف القضيه، ابعت لي ملف القضيه بالتركي. انا رحت لصديق تركي وترجمته، قال لي كلها اقوال عاديه، اقوال عامه، معلوش اي حاجه، معتقلينه ليه؟ فيبدو انه في تقارير امنيه من ناس حبت تتقرب من الامن التركي، فكتبت تقارير امنيه. الاتراك طبعا ما كنتش متخيل ان هم بالتخلف اللي عندهم دوت انهم يصدقوا اي تقرير امني على ضابط كبير انه ممكن ينزل يتجسس عليهم. طب انتوا يا اخي، طب اسالوا الرعايا العرب اللي قاعد معاهم زكي، في صور ليه مع ناس اخرين، جيبوهم واسالوهم كان بيتكلم معاكم في ايه؟ كلهم اكدوا انه كان بيتكلم معاهم في صفقات تجاريه، كان بيتكلم لما كنا حتى في منهم صديق قال لي لما كنا نتكلم في السياسه زكي يقول يا عم دوروا على اكل عيش ولادكم، ربوا اولادكم. كويس؟ سيبونا من السياسه، خلاص زهقنا، حتى الدكتوراه بتاعتي انا وانساها. وما كانش عنده اي ميول للانتحار في حياته يعني. لا نهائي، ومالوش علاقه طبعا بدحلان نهائي، مالوش علاقه. هو بعد ما طلع تقاعد وانا طلعت تقاعد، احنا الاثنين قررنا ان احنا نعمل شركه صغيره، لانه راتب التقاعد يعني يا دوب يغطي مصاريف بيت او حاجه زي كده، ان احنا نعمل شركه صغيره ونخش بزنس اكل وشرب على اساس نقدر نحسن من مستوى دخلنا، لانه احنا عندنا وضع صعب كفلسطينيين، عندنا وضع صعب، لازم احنا نساعد نفسنا بنفسنا. المهم يا صديقي، بعد كده اتفاجئت انه في خبر وفاه واحد منهم، قالوا سامر في الاول هو اللي انتحر، بعد كده قلت لا، اتصلت في المحامي قال لي ما فيش الكلام دوت، قلت له بعد كده فادي السلامين على صفحته كتب انه انتحار زكي مبارك. انا اتجننت، زكي هينتحر ليه؟ ده هو يوم الاربع طالع، يوم الاربع الجاي هيطلع براءه، المحامين اكدوا لي كده. وبعدين والله لو زكي في الاساس يعني شخصيه عسكرية، انت بتتخيل ان عسكري خريج كلية عسكرية وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية انه ينتحر؟ يعني شيء مستحيل. فانا كذبت لفادي وشتمته كمان على صفحته. وقلت له ازاي يعني زكي مناضل كبير، مليون فلسطيني بيحترمه، ازاي اصلا انه ينتحر؟
بعد كده فعلا والسفير بياكد له انه انتحر. طب انتحر ازاي وما فيش لسه اصلا تحقيق في اصلا في ولا تشريح ولا اي شيء؟ عرفت ازاي انه انتحر؟ فبقول لك بعد كده تقرير اليوم انه انتحر، انه شنى نفسه على باب الزنزانه. انا عندي معلومات عن سجن سليبري يا اخي انه قبل كده تم فيه قتل معتقلين. ماشي اوكي، هم اتراك حرين في بعض، بس ضحوا فينا احنا كفلسطينيين واتراك باش ضحيه. هو الغلط مش من تركيا، الغلط منا احنا كفلسطينيين وقيادات فلسطينيه، انه احنا بنسمح انه حدا يتعدى على ابنائنا. والله العظيم عيب 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 اللي بيحصل فينا. اسرائيل بتدافع عن شعبها، واحنا كفلسطينيين مناضلين يتم التضحيه فينا بالشكل ده؟ والله عيب. يعني طبعا انا مقدر كل اللي حضرتك بتقوله سيد زكريا، لكن يعني هل السلطات التركيه قدمت ادله على انتحار دكتور زكريا؟ احكي لك شيء. سجن سليبري هو عباره عن معتقل سياسي، معتقل سياسي. المحامي قال لي هو موجود في ترانزيت، حتى ما اخذش رقم غرفه. معتقل سياسي، المعتقل السياسي ده في كل ركن فيه كاميرا. نعم. في كل ركن فيه كاميرا. نعم. انا مش انا المطلوب ادافع عن نفسي، الان مطلوب تركيا تدافع عن نفسها، تفرغ لي شريط الكاميرا. الا بقى لو عملوا لي فيلم سينمائي وجابوا لي واحد وعامل مكيار وداخل وبيشنق نفسه. يعني شيء مش طبيعي. بيقول لك لا الكاميرات ما كانتش شغاله، كانت عطلانه. طب اديني صوره الغرفه، صوره الغرف، صور الغرف في سجن سليبري عباره عن قاعده حمام داخل الغرفه، الباب عباره عن باب حديد في زنزانه ليه شباك صغير بيجي على مستوى الوسط. على مستوى الوسط، ازاي شنق نفسه؟ طب السجين لما بيدخل اي، بيقول لك سجن نفسه شنق نفسه برباط، برباط او حزام. طب السجين لما بيدخل في سجن معتقل سياسي او حتى في معتقل عادي بيقلعوه رباط الجزمه اللي في رجله، بيقلعوه الحزام بتاعه، ما بيكونش معاه اي حاجه يستعملها لشيء مثل ذلك. وبعدين يعني انا مش عارف روايه الاتراك. يعني في الاول خاشقجي انا قلت لهم، يمكن انا حتى رديت على الجزيره، رديت على الجزيره وحذفت الفيديوهات في الاول، قلت لهم بالمره خلوه هو اللي قتل السادات. مفهوم. يعني رواية لا يصدقها عقل، يعني باختصار كده. طبعا رواية ما بيصدقهاش طفل صغير اولى ثانوي. طب انتوا ناويين تعملوا ايه كأسرة الفقيد الدكتور زكي مبارك؟ طبعا هو دمه في رقبة، في دمه في رقبة تركيا ونظام اردوغان، ودمه في رقبة اصلا كمان السفير الفلسطيني. دمه في رقبتهم، لان انا حذرت السفير الفلسطيني وقلت له الاتراك ممكن النظام، يا اخي النظام الاخواني معروف عنده استعداد يقتل ولا يقتل. استعداد يقتل وما يقولش اسف. انا بعرف النظام دوت، انا عارفه راجل دارس، انا راجل دارس قانون ودارس امن. عارف النظام الاخوان عنده استعداد يقتل ولا يعتذر. يعني دمه في رقبه نظام اردوغان. طبعا طبعا دمه في نظام. انا بطالب كل اللي بطالبه انه الدعم في لجنه تحقيق دوليه محايده. ولجنه التحقيق المحايده في خلال ساعات، في خلال ساعات من الامم المتحده راح تدين تركيا. هل في كلام دلوقتي عن تسلم الجثمان؟ رحت يا اخي اليوم على الحدود التركيه انا وعملنا وكاله وعملنا وكاله لشركه خاصه حتى على حسابنا الشخصي. انا على حسابي الشخصي ناوي اجيب جثمانه على بلغاريا، مش عايز اخليه في تركيا، مش عايز اعاده في تركيا اصلا. حتى اهمال من السفاره في جثمانه، اهمال في جثمانه، حتى ان انا اجيبه على بلغاريا واخده من بلغاريا انزله على جمهوريه مصر العربيه، من جمهوريه مصر العربيه ابعته ورا الثاره عند ابوه وامه واخوه رحمه الله عليهم. طيب الى حد الان في اي منظمات حقوق انسان اتحركت لفتح هذا الملف؟ انا في حاله يرثى لها، يعني انا في حاله يرثى لها. يمكن انا بتمسك اعصابي، رغم اني ضابط عسكري، ورغم اني رجل قانوني، واشتغلت رئيس نيابه عسكريه، واشتغلت قبل كده في المخابرات، واشتغلت ضابط في الجيش، لكن والله العظيم انا يعني في حاله يرثى لها. يا اخي قهر، انا مقهور، قهر قهر قهر. عارف يعني ايش؟ تعرف يعني ايه قهر؟ انك تنقهر، ان الظلم يقهرك، ده ظلم، قهر. انا بعلن للعالم باكمله، والله العظيم انا كنت مغشوش في نظام اردوغان، والله العظيم كنت مغشوش في النظام التركي. انا كنت اعشق تركيا كونها مسلمه وبتحب الفلسطينيين. اكتشفت انه احنا مجرد اكباش ضحيه لتركيا، ان احنا مجرد سلعه رخيصه لتركيا ولغير تركيا، والله العظيم. وللاسف تحديدا ابناء غزه، ابناء قطاع غزه سلعه رخيصه، سلعه رخيصه. ومن جعلنا سلعه رخيصه؟ قيادتنا هي اللي جعلتنا سلعه رخيصه للعالم باكمله. القياده الفلسطينيه تقصد يعني؟ نعم يا اخي نعم. ليه ما تحركش السفير؟ ليه الوزير الخارجيه ما حركش السفير؟ ليه عندك مواطن فلسطيني؟ روح يا اخي اقعد مع المواطن الفلسطيني دوت، اسمع دفاعه،
اسمع دفاعه يا اخي. ما هو حضرتك عارف يا سيد زكريا يعني دكتور وعميد تداجروا فيه وتبيعوه بالشكل دوت. ما حضرتك يعني عارف انه السلطه الفلسطينيه الحاليه يعني في علاقه قويه بينها وبين نظام اردوغان. لا 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 اخي، لا 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 تصدق ذلك. نحن اضعفنا نفسنا، رحمه الله على الشهيد ياسر عرفات، نحن اضعفنا نفسنا عندما تخلينا عن دماء ابنائنا، اضعفنا نفسنا. للأسف طبعا حادث مؤسف وحادث محزن، يعني حصل على الأراضي التركية، وطبعا احنا لازم هنتابع هذا الموضوع وهنعرف أبعاده ايه، وهنعرف إذا ما كانت المنظمات الحقوقية تتحرك، الأمم المتحدة تتحرك ولا لا، لأنه ما تفضل به السيد زكي مبارك. طبعا أنا بكرر عزائي لحضرتك سيد زكي، ويعني البقاء لله، لكن طبعا ملف هذا الموضوع يبدو أنه سيظل مفتوحا. لابد أنه هيحصل تحركات من منظمات حقوق الإنسان. بشكرك شكرا جزيلا وبكرر عزائي لحضرتك.